اوكي، السلام عليكم. محاضرة الجاستريك باثولوجي او ستومك باثولوجي اللي راح تكون اخر محاضرة ضمن المنهاج لهذه السنة. اوكي، لازم نعرف شوي عن الهيستولوجي اوف ذا ستومك. طبعا اللايرز حالة حال بقية الاجزاء الجاسترو انتستينال سيستم، تتألف من ميوكوزا، سابو ميوكوزا، ماسكولار سوبروبريا، سيروزا، اند ذا سب سيروزا. تقسم الاناتوميكال ريجن انتو كارديا اللي هي الجزء الاول من الاستومك، with variable length of standing حوالي من 1 الى 15 مللي، الافرج هو 5 مللي. لوزلي باك، تتالف من لوزلي باكت ميوكس سيكريتنج جلاندز. الريشيو اوف بيت تو جلاند فوليوم هو 50 50، يعني نصف الميوكوزا هي بيت او ما يسمى بالفابيولا سيلز الى الجلاند مالت الميوكوزا، هو 50 50، يعني حجم البيت الى الجلاند انه يكون متساوي. الجلانز مالت الميوكوزا الجلانز have a cystic dilatation and mild chronic inflammatory reaction is common. يعني شوف اوقفه inflammatory reaction it's common in the cardia. Second part of the stomach is the body or corpus and fundus، ان تقريبا جزء واحد، احيانا يخلون body واحيانا يقسموا الى body and fundus. الجلانز او الميوكوزا الجلانز تكون are tightly packed glands acid and enzyme secreting glands. تحتوي على البارايتال سيلز اللي تفرز لنا الاسيد او الجاستريك اسيد. هنا الريشيو اوف بيت تو جلاند حوالي 1/3 تو 3/3 او 1/4 تو 3/4، يعني ربع هو مساحه الميوكوزا، هو تالف من البيت او الفافيلا او السيرفيس ميوكوزا، والثلاث اجزاء يعني ثلاث اضعاف اللي تكون اكبر الجلاندز، حجم الجلاندز فوليوم هنا تكون اكبر. تحتوي على البارايتال سيلز والتشيف سيلز اللي هم جلاندولار كونستيتونز. بالجلاندولار بارت هناك اكو البارايتال سيلز اند التشيف سيلز، وكان هاف انترسبيرس ميوسين سيلز ايضا، سبيشالي خاصه بالجلاندولار اسمس او جلاندولار نك تحتوي على ميوسين سيلز. الجزء الاخير من الاستومك وما يسمى بالانترام او البايلورس، حوالي اللي شكل 3 الى 4 سنتيم. اتس لوزلي باكت ميوكس سكريتنج جلاند. ريشيو اوف بيت تو جلاندز فوليوم هو ايضا ترجع 50 50 عن حاله حال الكارديا. بس الفرق شنو، انه ماكو سيستيك دايليتيشن بالجلاندز حتى نميزه عن الكارديا، هذا هيستولوجي. جي سيلز ار ان اندوكراين سيلز اللي هو كلش سبيسيفيك، وجود الجي سيلز اللي تفرز لنا الجاسترين هرمون. فعندنا ثلاث اجزاء رئيسيه، هي الكارديا، البادي، الانترام. طبعا جروسلي ما نقدر نميز ما بين الكارديو والبادي والانترا. بس بالهيستولوجي ممكن اكو فروقات بسيطه ما بين البوث دي كارديا بادي اند دي انترا. الكومبوننتس اوف ذا جاستريك ميوكوز، عندنا الجاستريك بيت اللي هو عباره عن سيرفيس انفاجينيشن، انبعاجات من الجاستريك نحو الداخل، ذات تكون كوحدات للسكريشنز انتيرلي لايند باي سيرفيس ميوكوس فافيولا سيلز. طبعا يعني ما معناه انه الميوكوس كونتينيوس اناتوميكال ريجن، تكوننا بشكل مثل سياج مستمر من الخلايا يحمي باطن المعده، ويكون جدار مستمر من الخلايا حتى يمنع دخول الاسيد نحو الداخل. الجاستريك جلاندز فائدتها تفرز الاسيد مثل ما قلنا عن طريق البارايتال سيلز، تفرز لنا الانزيمز، تفرز لنا الميوسين، وكذلك تفرز لنا طبعا الهرمون. Constituents and their products vary depending on the anatomical region، مثل ما اخذنا قبل شويه قلنا مثلا parietal cells والchief cells هي تكون موجوده بالفندس او the body، والgastrin تكون اكثر شيء بالpyloric region. The glands are organized into isthmus، تقسم الجلانس mucous glands into isthmus اللي هي النك and the base. الgastric stem cells are housed in the isthmus، دائما الgastric ستيم سيلز اللي هو المولده للخلايا او الريجنريتيف سيلز الاساس ما تكون ستيم سيلز، موجوده اكثر شيء وين؟ بالنك، موجوده اكثر شيء بالنك بالاسمس اوف ذا جلاندولار ميوكوزا. هسه بالنسبه للجاستريك سيل تايبس، الخلايا اللي موجوده عندنا، اولا عندنا الميوكوس سيلز تفرز لنا البايكربونيت ريتش ميوكوس، ذات تفرز لنا الميوسين اللي هو اصلا ريتش بالبايكربونيت، و ذات كوتس اند لابريكيز ذا جاستريك سيرفيس اللي يغطينا كانه يرطب لنا ويسوي فد مرونه للجاستريك سيرفيس. It serves as a protective function against the auto digestion، انه من الحامض المعده، فيكون احتواء على البايكربونيت فراح تقريبا يعادل الحموضه على سطح السيرفيس ميوكوزا.
هناك نوعين من الميوكس سيلز عندنا سيرفيس اور فوفيلر ابيثيليال سيلز تحتوي على سيتوبلازم نيوترال ميوسين، بينما الميوكس جلاندز اللي موجوده ضمن الجلاندز ضمن الميوكوس الجلاندز الميوسين مالته يكون نيوترال اند اسيتيك ميوسين، بينما السيرفيس ميوسين يكون نيوترال. اللي تنفرز من الفافيولا سيلز او سيرفيس ابيثيليوم تكون نيوترال، بينما الميوكوس جلاندز تحتوي على سيتوبلازميك نيوترال زائد اسيتيك ميوسين. طبعا هاي تحتوي عن طريق سبيشال ستين او عن طريق اميونو هيستوكيميكال ستين نقدر نعرف نوعيه الميوسين اللي دي يصير من اي نوع من النيوترال او ذا اسيتيك ميوسين. البارايتال سيلز بروديوس هيدروكلوريك اسيد عن طريق الهيدروجين بوتاسيوم اي تي بي اس بامب. الهيدروكلوريك اسيد مينتينز يحافظ على جاستريك اسيديتي ما بين البي اتش مالته 1.5 الى 3.5، اللي هو شنو فائدة الهيدروكلوريك اسيد وهذا البي اتش القليل الحامضية الكثيرة والبي اتش القليل انه اكتيفيتس بيبسينوجين، هذا الحامض راح يحفز البيبسينوجين الى انه يتحول الى اكتيف بيبسين انزيم حتى يساعد لنا بعملية الهضم، وهذا الحامض القوي راح يساعد على انه يقتل البكتيريا الموجودة بالطعام، كذلك انه فاسيليتيتس فود دايجستشن. طبعا الحامض بعض الاكلات مثلا اللحوم او المواد الدهنيه تحتاج الى حامض قوي حتى تتفكك. بروموتس ابزوربشن اوف ذا مينرالز لايك فوسفيت كالسيوم اند ايرون، اخذنا بالايرون بالمحاضرات الهيموتولوجي انه الايرون يحتاج الحامض مالت المعده، الناس اللي عندهم الحامض المعده يكون قليل او ياخذون مضادات الحموضه بصوره مستمره او مسوين عمليات عمليات قص المعدة ونسبة الحامض راح يكون قليلة عندهم، فراح يصير اكو مشكلة عندهم بالابزوربشن. هذه البارايتال سيلز افرازها للهيدروكلوريك اسيد. كذلك لا ننسى الشغلة المهمة اللي افراز البارايتال سيلز للانترنسيك فاكتور اللي which is critical for the vitamin B12 absorption in the small bowel، وبدون الانترنسيك فاكتور اللي ينفرز من البارايتال سيلز راح يكون الفيتامين B12 absorption تكون نسبته كلش قليله الابزوربشن، راح يتولد لنا الميغالوبلاستيك انيميا اللي هي نوع من الماكروسيتيك انيميا. فاذا اول نوع من الخلايا عندنا الجاستريك ميوكس سيلز وعندنا البارايتال سيلز بالاضافه الى التشيف سيلز اللي تفرز لنا البيبسينوجين. التشيف سيلز تفرز لنا البيبسينوجين 1 اند بيبسينوجين 2 بروبيبتايد اللي بوجود الجاستريك اسيد راح يتحول الى البيبسين اللي هو الاكتيف بيبتايد. عندنا النوع الرابع من الخلايا اللي موجوده ضمن الجاستريك جلاندز والسيلز هو الاندوكراين سيلز اللي تكون منتشره على طول المعده بكل اجزائها، ويقولون هناك حوالي هناك 20 نوع من الاندوكراين سيلز تفرز لنا انواع مختلفه من الهرمونات. حوالي 50% من الاندوكراين سيلز هي جي سيلز تفرز لنا الجاسترين، 30% من هي الانتركرومافين سيلز، 15% من اللي هي دي سيلز تفرز لنا سوماتوستاتين، وخمس انواع البقيه النادره القليله. الجي سيلز اللي هو الجاسترين سيلز تفرز لنا الجاسترين ويكون عاده موجوده فقط بالجاستريك انترم، موجوده بالجاستريك انترم عاده الجي سيلز. الدي سيلز تكون تفرز لنا السوماتوستاتين وتكون موجوده بكل طبقات او اجزاء المعده. الانتروكرومافين سيلز او الاي سي سيلز بروديوس سيروتونين ديستريبيوتد ثرو ذا هول ستومك، ايضا موجوده على كل الستومك. اذا الجي سيلز هي موجوده فقط بالانترم while D cells and enterochromaffin cells are distributed throughout the whole stomach. Enterochromaffin-like cells, ECL cells, produce histamine co-limited to the gastric body and fundus. It secretes the histamine in response to gastric produced by the G cells. وعندنا أيضا الـ X cells موجودة فقط تكون عادة بالgastric body والfundus cells. صراحة الاندوكراين cells بصورة عامة بكل أنواعها صعب انه تتميز بشكلها الا اللهم يعني بتكبير خاص بقوه خاصه نلقى الميتوكوندريا تكون بكميات عاليه، بس عاده تحتاج الى سبيشال ستين، تحتاج اكثر شيء الاميونو هيستوكيميكال ستين حتى نعرفها ونميزها. هذا هو الهيستولوجي اوف ذا ستومك. عندنا ميوكوزا، عندنا السب ميوكوزا، هاي الميوكوزا وهاي السب ميوكوزا. This is the muscular propria and this is the serosa. تشوفون هذا التركيبة هاي الميوكوزا، هاي كلها هي الميوكوزا تألف من الفافيولا سيلز، هاي الانبعاجات، هذه هي الانبعاجات، هي الفافيولا سيلز، وهذه كلها هي الجلاندز.
هسه بنشوف، هسه احنا بنشوف انه هنا الفوفيولا سيلز الشكل لنا حوالي ربع، والجلانز كلها الثيكنس مالتها حوالي 3 اضعاف الفوفيولا سيلز. فاذا هاي نتوقع هذا يكون بالجاستريك بودي. ولو شغله لو نميزه انه نكبر نروح على الجلانز راح نلقى البارايتال سيلز اللي خلايا تكون ايوزينوفيليك سيلز، بالاضافه تكون يمها مجاوره هي الشيف سيلز. فهذه الجلانز تتالف من ثلاث اجزاء. اول شيء الاسموس اللي هو تقريبا نهاياته او فتحاته باتجاه الفوفيولا سيلز، بعدين تجي وراها النك اللي عباره عن تيوبولار سيلز او تيوبولار ستراكشرز، وراها تجي البيس اوف ذا جلاند. هاي كلها هي ميوكوزا، هذه كلها هي ميوكوزا تتالف من فوفيولا سيلز وتتالف من الجلاند. والجلاند بيها ثلاث اجزاء: اسموس، نك، اند ذا بيس. This is the parietal cells with the granular cytoplasm, eosinophilic cytoplasm distributed throughout the gland وليس بالفوفيولا cells. وهي عادة تكون chief cells اللي تفرز لنا الميوسين cells. This is the fundic body. طبعا شلون عرفنا انه البرايتال cells وين قلنا نلقى بالفندس او بالبودي اوف ذا ستومك. وهذا استخدمنا الكروموجرانين حتى نميز الاندوكراين cells. ميز الاندوكراين سيلز. اوكي، فنحتاج الاميونوهيستوكيميكال مثل ما تشوفون بالشكل الخارجي من بين الاندوكراين سيلز، بس البارايتال سيلز وممكن التشيف سيلز اللي هو البيس اوف الاكسايتوبلازم والبارايتال سيلز اوف ايوزينوفيليك سايتوبلازم. بس الاندوكراين سيلز وانتشارها ونوعيتها نحتاج الاميونوهيستوكيميكال. اوكي، شنو النورمال بروتكتيف ميكانيزم مع وجود هذا الحامض القوي، مع وجود كميه الطعام اللي تدخل وانواع الطعام، السترس اللي هو دائما تكون معرضه للمعده من خلال الفيكال نير. رب العالمين خلق فالبروتكتيف ميكانيزم فور ذا ستومك. اول بروتكتيف ميكانيزم هو الميوسين اللي هو سكريتد باي ذا سيرفيس فوفيولا سيلز. طبعا مثل ما قلنا الميوسين هم موجود بالميوكوس جلاند، هم موجود بالسيرفيس ميوكوزال. هذا الميوسين راح يسوينه في الطبقه مستمره من الميوكوس والفوسفوليبيد اللي يمنع اجزاء الطعام حتى يصير ميكانيكال ديسربشن اوف ذا سيرفيس ميوكوزا. فوجود الميوكوز راح يكون مثل طبقه صمغيه، طبقه سائله هلاميه اللي تمنع احتكاك الفود بارتيكلز اللارج فور سوليد لارج فور فود بارتيكلز اللي بعد ما صار بها ديجستشن انه تصير انه يصير بها ميكانيكال تسوي ميكانيكال ديسربشن فور ذا سيرفيس ميوكوزا. ثانيا انه الميوكوس يسوي نيوتراليزيشن اور بروتكتس ذا سيرفيس ميوكوزا فروم ذا هايلي اسيديك بي اتش اور عفوا يعني الاسيديك بي اتش اللي تكون هو لو كلش لو تكون الاسيديتي مالته عاليه. بالاضافه لذلك ايضا يحتوي على البايكربونيت ايون سيكريشن. هذا الميوسين. البروتكتيف ميكانيزم الثاني هو الكاستر كابيثيال سيلز، وتكون بشكل طبقه مستمره تكونه من السياج المستمر اللي يمنع ايضا الاحتكاك او دخول الحامض، يعني سواء في الطبقه مستمره يمنع دخول الحامض الى داخل جدار المعده. ثانيا انه الفوفيولا سيلز والكاستريك بيثيا سيلز يكون بها ريبليسمنت كل 3 إلى 7 أيام، فيكون الانقسامات ما تكون سريعه حتى طبعا للمعرضه الى التلف بسرعه، فلازم يراد لها تعويض مستمر حتى تؤدي وظيفتها على افضل ما يكون. Secretion of the mucus and bicarbonate هاي الوظيفة الثالثة اللي تعتبر كاستريك بروتكتيف ميكانيزم. المسألة الثالثة والنقطة الثالثة ضمن البروتكتيف ميكانيزم of the stomach هو rich mucosal vasculature. It delivers oxygen. هذا ال rich vascularity of the blood انه راح تحرر اكسجين لانه اكو عملية هضم قوية، اكو انتاج قوي من هرمونز من انزيمز، فيحتاج هذا المعمل من الخلايا الى rich vascularity حتى يوفر له oxygen and nutrients حتى انه تبدي اعماله بصوره صحيحه. كذلك انه الحامض اللي ممكن يتسرب الى الجدار المعده سواء من الخلايا او بسبب التهاب معين راح يلقى اكل rich vascularity تسحبه للفينس سيستم وتسحبه وتوديه الى مكان ثاني، فراح يسوي نوشن الى جدار من جدار المعده حتى تحميه، لان وجوده وبقاء فتره طويله من انزيمز او اسيد راح يسوي لنا اوتو دايجستشن تو ذا جاستريك وول. فوجود الريتش فاسكولاريتي راح يسوي لنا واشينج اب فور ذا ستومك وول.